يسعد مساكم وين ما كنتوا تكونوا عم تتابعونا مشاهدينا الكرام على شاشة حلب اليوم بالحلقة الثانية من برنامج قبلنا التحدي. طبعا بالبداية خلونا نتعرف مع بعض ونرحب بالفرق المشاركة. الفريق الأول في معنا محمد ومحمد ومنير وعبد الرحمن، يعطيكم العافية شباب. جاهزين؟ طبعا الفريق الثاني في عنا عوض وعبد واسماعيل وعلي. شباب جاهزين؟ جاهزين. كل شيء واضح. الفقرة الأولى هي فقرة أسئلة منوعة، أنا بدي أسأل وأنتوا بدكم تجاوبوا، معكم وقت 30 ثانية على السؤال. جاهزين؟ جاهزين. فإذا مع الفقرة الأولى وقبلنا التحدي، تابعونا. أعزائنا المشاهدين بالفقرة الأولى واللي هي فقرة سؤال بسؤال. سؤالي الأول طبعا للفريق الأول، شباب ما هو الغاز المستخدم في إطفاء الحرائق؟ هل هو غاز الأكسجين أم غاز الهيدروجين أم غاز ثاني أكسيد الكربون؟ تفضلوا، معكم 30 ثانية. الغاز المستخدم في إطفاء الحرائق الأكسجين، الهيدروجين، ثاني أكسيد الكربون. انتهى الوقت يا شباب، انتهى الوقت. ثاني أكسيد الكربون. غاز ثاني أكسيد الكربون. برافو عليكم، ثاني أكسيد الكربون، نقطة للفريق الأول. خلوني انتقل للفريق الثاني. الفريق الثاني، دولة عربية تتألف من عدة جزر على شكل هلال، ما هي؟ هل هي قطر أم البحرين أم جزر القمر؟ تفضلوا، معكم 30 ثانية. الوقت عم يداهمكم يا شباب، الوقت عم يداهمكم. انتهى الوقت شباب، انتهى الوقت. لو سمحتوا اعطوني الإجابة. جزر القمر. برافو عليكم، إجابة صحيحة. خلوني ارجع للفريق الأول. الفريق الأول، ما هي جنسية مخترع لعبة الببجي؟ هل هو ألماني أم ياباني أم إيرلندي؟ تفضلوا، معكم 30 ثانية. ما هي جنسية مخترع لعبة الببجي؟ ألماني، ياباني، إيرلندي. انتهى الوقت شباب، أعطوني الإجابة. ياباني. ياباني للأسف، إيرلندي، اسمه بريندن جرين. للأسف إجابتكم خاطئة وبالطبيعي ما رح تاخذوا اي نقطه. خلوني ارجع للفريق الثاني. الفريق الثاني، اين اقيمت اول بطوله لكاس العالم لكره القدم؟ هل هي في المانيا، البرازيل ام الاورغواي؟ تفضلوا، معكم 30 ثانيه. اين اقيمت اول بطوله لكاس العالم لكره القدم؟ البرازيل، المانيا، الاورغواي. يا شباب يا شباب يا شباب، انتهى الوقت، انتهى الوقت. اعطوني الاجابه لو سمحتوا. البرازيل. البرازيل للاسف اجابتك خاطئه. طبعا كانت البطوله الاورغواي في عام 1930 وفازت على الارجنتين بنتيجه 4-2. للاسف اجابتكم خاطئه. خلوني ارجع لعند الفريق الاول. الفريق الاول، ما هو اقل وزن في رياضه الملاكمه؟ هل هو وزن الريشه ام وزن الذبابه أم وزن الخفيف؟ تفضلوا، معكم 30 ثانية. ما هو أقل وزن في رياضة الملاكمة؟ وزن الريشة، وزن الذبابة، أم وزن الخفيف؟ طبعاً هي مصطلحات بيستخدموها بلعبة الملاكمة للأخف وزناً. شو هي هذا الأخف وزن؟ الوقت عم يداهمكم يا شباب، انتهى الوقت شباب. الريشة. وزن الريشة للأسف إجابتك خاطئة، واللي هو وزن الذبابة. للأسف طبعا الفريق الأول كمان ما أخذ ولا نقطة. خلينا نرجع للفريق الثاني. الفريق الثاني، من هو أسرع عداء في التاريخ؟ هل هو يوسين بولت أم مايكل جونسون أم موريس جرين؟ تفضلوا، معكم 30 ثانية. من هو أسرع عداء في التاريخ؟ هل هو يوسين بولت أم مايكل جونسون أم موريس جرين؟ يوسين بولت، مايكل جونسون أم موريس جرين؟ شباب الوقت عم يداهمكم، انتهى الوقت شباب. الإجابة مايكل جونسون.
مايكل جونسون للأسف إجابتك خاطئة، الإجابة الصحيحة هي يوسين بولت وهو عداء من جامايكا. للأسف كمان الفريق الثاني إجابتك خاطئة. خليني انتقل للفريق الأول. الفريق الأول، ما هي اللغة الرسمية في النمسا؟ هل هي اللغة النمساوية أم اللغة التركية أم اللغة الألمانية؟ تفضلوا، معكم 30 ثانية. 30 ثانية للإجابة، تفضلوا. اللغة الرسمية في النمسا، هل هي اللغة النمساوية، اللغة التركية أم اللغة الألمانية؟ انتهى الوقت شباب. اللغة الألمانية. اللغة الألمانية إجابتك صحيحة، برافو عليك، وهي نقطة للفريق الأول. طبعا الفريق الثاني جاهزين؟ سؤالكم هو: ما اسم المعركة التي انتصر فيها نابليون بونابرت على المماليك سنة 1798؟ هل هي معركة الأهرام، إمبابة بين قوسين، أم معركة تشرين، أم معركة حطين؟ تفضلوا، معكم 30 ثانية، تفضل. المعركة التي انتصر فيها نابليون بونابرت على المماليك، هل هي معركة الأهرام، إمبابة، أم معركة تشرين، أم معركة حطين؟ الوقت عم يداهمكم يا شباب، يا شباب الوقت عم يداهمكم، انتهى الوقت. شو إجابتكم؟ معركة الأهرام. برافو عليك، معركة الأهرام إجابة صحيحة للفريق الثاني. خلوني رد ارجع للفريق الأول. الفريق الأول، أين وجدت أقدم نوتة موسيقية في العالم؟ نوتة موسيقية يعني، هل هي في اليونان أم في الصين أم في أوغاريت؟ تفضل. اليونان والصين وأوغاريت. أين وجدت أقدم نوتة موسيقية في العالم؟ اليونان، الصين أم أوغاريت؟ يا شباب الوقت عم يداهمكم، انتهى الوقت شباب. أوغاريت. أوغاريت صحيح، برافو عليكم، إجابة صحيحة. طبعا هي النوتة وجدت في مدينة اللاذقية، مكتوبة على لوحات مسمارية تعود للعام 3400 قبل الميلاد. برافو عليكم، إجابة صحيحة. الفريق الثاني، الفريق الثاني سؤالك: من هو الحيوان الأطول عمرا؟ هل هو السلحفاة أم البطريق أم الأرنب؟ تفضل، معك 30 ثانية. الحيوان الأطول عمرا، السلحفاة أم البطريق أم الأرنب؟ صوتوا بين بعض ولا تسرعوا بالإجابة يا شباب، الوقت عم يداهمكم يا شباب. شباب انتهى الوقت، اعطوني الإجابة. السلحفاة، برافو عليك، إجابتكم صحيحة. الفريق الثاني، وهلا خلوني انتقل للفريق الأول. الفريق الأول، ما هو الحيوان المائي الذي له ثلاثة قلوب؟ هل هو الحوت أم الأخطبوط أم القرش؟ تفضل. الحيوان المائي الذي له ثلاثة قلوب، الحوت، الأخطبوط أم القرش؟ الوقت عم يداهمكم يا شباب، فإذا انتهى الوقت يا شباب. الأخطبوط. الأخطبوط، برافو عليك، إجابتكم صحيحة. الفريق الأول، طبعا الفريق الأول 4 نقاط، الفريق الثاني 3 نقاط. خلوني كمل مع الفريق الثاني. الفريق الثاني، كوكب الشرق أم كلثوم، ما اسمها الحقيقي؟ هل هي أم كلثوم، أم فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي، أم آمال فهد فرحان الأطرش؟ تفضل. كوكب الشرق أم كلثوم، ما اسمها الحقيقي؟ أم كلثوم، أم فاطمة السيد فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي، آمال فهد فرحان الأطرش؟ انتهى الوقت شباب. آمال فهد فرحان الأطرش، للأسف إجابتكم خاطئة، والإجابة الصحيحة هي فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي للأسف. وهلأ خلوني رد ارجع انتقل للفريق الأول. الفريق الأول،
من هو أول عربي حصل على جائزة نوبل للأدب؟ هل هو نجيب محفوظ أم طه حسين أم حنا مينا؟ تفضلوا. أول عربي حصل على جائزة نوبل للأدب نجيب محفوظ، طه حسين، حنا مينا. شباب لا تسرعوا بالإجابة، الوقت قصير بس ركزوا منيح. انتهى الوقت شباب، شو الإجابة؟ نجيب محفوظ. نجيب محفوظ، برافو عليكم. في عام 1988. هلأ في عنا 5 نقاط للفريق الأول، 3 نقاط للفريق الثاني. الفريق الثاني، من الذي اخترع آلة القانون الموسيقية؟ هل هم اليونانيون أم الفارابي أم الرومان؟ تفضلوا. آلة القانون الموسيقية، من الذي اخترعها؟ هل هم اليونانيون أم الرومان أم الفارابي؟ شباب الوقت عم يداهمكم، باقي 5 ثواني. شباب انتهى الوقت، أعطوني الإجابة لو سمحتوا. اليونانيون للأسف إجابتك خاطئة. طبعاً يلي اخترع آلة القانون هو الفارابي. طبعاً لتعرفوا أكثر عن هالآلة بإمكانكم تتابعوا حلقة برنامج سواعد أمل، واللي استضاف فيه زملائنا العازف يامن جذوة يلي تحدث أكثر عن تفاصيل هالآلة الجميلة. طبعاً عنوان الحلقة سواعد أمل، عازف قانون سوري يتألق على مسارح عربية وتركية. طبعاً نهاية الفقرة الأولى شباب، 5 نقاط للفريق الأول و3 نقاط للفريق الثاني. تابعونا بالفقرة الثانية، ضلوا معنا. وهلأ لح تبلش فقرتنا الثانية. طبعاً الفقرة الأولى انتهت بنتيجة 5 نقاط للفريق الأول و3 نقاط للفريق الثاني. الفريق الثاني بتكون تشدوا حالكم شوي. بيقول المثل الشعبي مثل اللي عم يستخرج إبرة من كوم قش. هلأ لح نشوف الفرق لح تقدر تستخرج الإبرة من كومة القش. خلونا نشوف يا شباب، أعطونا القش لو سمحتوا. شباب بكل علبة في 3 إبر، كل إبرة ب3 نقاط، معكم وقت 4 دقائق فقط. يا شباب هدوا شوي قبل ما تفتحوا العلب. في أي استفسار بدكم تستفسروا قبل ما نبلش؟ معكم 4 دقائق، علبة أمام كل شخص، كل شخص بيطالع إبرة واحدة عليها 3 نقاط. التوقيت 4 دقائق. جاهزين؟ 3 نقاط. 3 نقاط، نعم، لا 3 نقاط للفريق بشكل عام، للفريق بشكل عام. جاهزين يا شباب؟ تفضلوا. الإبرة يا شباب، الإبرة، الإبرة هاي وحدة. برافو برافو الفريق الأول. الفريق الثاني في إبرة؟ تمام، برافو شباب، برافو شباب. عوض طمني عنك، ما في شيء عندك. طيب يلا يلا شباب يلا، معكم لسه وقت يا شباب، معكم وقت لسه، معكم وقت. إبرة للفريق الأول وإبرة للفريق الثاني، في وقت يا شباب. يلا 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 شباب يلا يلا. محمد شو الوضع عندك؟ والله الوضع شوفت عندك ما في شيء عندك؟ أنا سمعت عند الفريق الثاني في إبرة. إبرة برافو عليك، إبرة للفريق الثاني، برافو برافو شباب. يلا إبرة ثانية؟ برافو شباب، برافو 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 شباب، برافو. يلا يا شباب بلش التحدي، هلا بلش التحدي يا شباب. يلا يا شباب طلعوا بالأرضية. برافو.
ايه برو تشك طلع وين؟ طلع. يلا يلا يلا. برافو شباب برافو. يلا يا شباب حمد. هاي بري. ايوه بري. صار عنده 5. برافو شباب برافو. يلا يلا. هاي بري هاي بري. هاي بري ها. هاي بري شريك. برافو شباب. يا شباب الوقت عم يداهمكم، باقي اقل من دقيقه ونص. يلا شباب يلا يلا برافو عليكم. برافو شباب. انت ليش ما عم تشتغل؟ انا خلصت. هاي ثلاث دقائق. خلصت. برافو 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 برافو. اقل من دقيقه يا شباب. اقل من دقيقه يا شباب. برافو. الفريق الثاني، الفريق الاول تقدم عليكم كثير يا شباب. هاي بري هاي بري. ابرتين هلا ابرتين. يعني ما فيهم 30 ثانيه يا شباب. 30 ثانيه. 30 ثانية يا شباب. خالص 30 ثانية. صاروا 5 وبرا اخوي. 20 ثانية يا شباب. 20 ثانية. برافو. هن صار 7. محمد ما برافو شباب برافو. يلا يلا برافو. والله الفريق الأول في فرق نقاط كبير. انتهى الوقت شباب. شباب انتهى الوقت. انتهى الوقت. يعطيكم العافية. طبعا الشباب ما شاء الله عنهم كسروا القاعدة وما استخرجوا إبرة واحدة وإما استخرجوا كوم إبر. الفريق الأول قدر يستخرج 7 إبر، كانت نتيجته 5 صارت نتيجته 26. الفريق الثاني كانت نتيجته 3، استخرج 5 إبر صارت نتيجته 18. وهلا خلونا ننتقل للعبة الثانية بنفس الفقرة، تابعونا. وهلا رح نبلش لعبتنا الثانية ايضا بالفقرة الثانية. طبعا لعبتنا هلا هي الوقوف على قدم واحدة لمدة 4 دقائق. طبعا كل متسابق بأي فريق بيبقى واقف على قدم واحدة لحتى تخلص المدة واللي هي 4 دقائق بيكسب نقطتين. يعني الفريق بيكسب 8 نقاط. شباب جاهزين؟ جاهزين. قواعد اللعبة معروفة، اللي بده رجله بالأرض فورا ينزل رجله لأنه بيكون خسر. الفريق اللي بيبقى مدة 4 دقائق بدون ولا خطأ بيكسب من نقاط. محمد تمام؟ تمام. عوض تمام؟ الفريق الثاني لازم تشدوا حالكم لأنه الفريق الأول 26 وأنتوا 18. تمام؟ جاهزين؟ بسألكم 1 2 3 بتبلشوا. جاهزين؟ جاهزين شباب؟ جاهزين. 1 2 3 تفضلوا. برافو شباب برافو برافو برافو. 4 دقائق بس. 4 دقائق. نزل رجلك خالص. 4 دقائق شباب. شباب بعدوا عن بعض. شباب 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 بعدوا عن بعض. ايوه ايوه بعدوا عن بعض. لا 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 ايم ايدك. يلا شباب برافو برافو. مضت دقيقة تقريبا. ليش هيك عملت؟ كنتوا متقدمين عليهم. تمام شباب. ليش هيك عملت؟ ما فيك. ما فيك. كنتوا متقدمين عليهم. لا تنزل لا تنزل لا تنزل. عوض اموره تمام.
أو تخليك ثابت. شباب دقيت بالأرض؟ ارفع ارفع عوض عوض. اخ يا رجلي. ارفع ارفع ارفع. يلا شباب هانت 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 شباب. خليكم مثل عوض مثل عوض خليكم. بس عوض ما تكون رجلك عم تدق. ايوه بعدها. يلا شباب هانت مضي نص الوقت. نصف الوقت مضي. يلا. شلونك؟ احسن مني. تمام؟ تمام. يلا شباب شباب. لا 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 خليك 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 خليك. ارفع 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 ارفع. لا ما دق بالارض لسه. ما دق بالارض ما دق بالارض. بس تدق رجله بالارض بينزل رجله فورا. الحمد لله هذا كله بيدق بالارض. يلا شباب هاني دقيقة واحدة. دقيقة تقريبا تقريبا دقيقة يا شباب. برافو 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 الفريق الثاني برافو. عبد الرحمن ارفع 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 منيح. ايوه هيك 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 تمام. طب خلصنا ضل كثير. يلا هاني شباب شباب باقي 30 ثانية 30 ثانية بس. طلع عوض عوض. لا بس ما تكون رجلك عم دق بالصيف. شايفه 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 شايفه. لا تخاف علي. لا دقيت نزل 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 نزل. نزلت كثير انا شفتك. نزلت كثير كانت لحد. يلا شباب يلا هانت هانت. 20 ثانيه بس 20 ثانيه. قرب قرب عن الصيف شوي. قرب قرب لك يا طب. خالص نزل رجلك نزل رجلك نزل رجلك. الله ما اخذ قطعه. يلا شباب هاني شباب 10 9 6 ثواني شباب 6 ثواني 6 ثواني 4 5 انتهى الوقت انتهى الوقت. شباب الفريق الاول الله يعطيكم العافيه والفريق الثاني كمان الله يعطيكم العافيه. يعني بصراحه كان في منافسه حقيقيه والفريق الثاني بلش انه يعني ها يقرب منكم ويتفوق عليكم. طبعا انتم كسبتوا 4 نقاط كنتوا 2 كنتوا 26 صرتوا 30 نقطه. الفريق الثاني كنتوا 18 كسبتوا 6 صرتوا 24. وهلا خلونا ننتقل للفقره الثالثه واللي هي فقره تسالني لاسالك. تابعونا. وهلا رح ننتقل للفقرة الثالثة واللي هي فقرة تسألني لأسألك. هلا الفريقين رح يوجهوا أسئلة لبعض. شباب جاهزين؟ جاهزين. الفريق الأول تفضل وجه سؤال للفريق الثاني. ما هو الصحاوي استمتعت الملائكة بصوته وهو يتلو سورة البقرة؟ من هو الصحابي التي استمتعت الملائكة بصوته وهو يتلو سورة البقرة؟ في عندك خيارات؟ أسيد بن خضر. تفضل. أبو بكر الصديق. عمر الخطاب. تفضل. انتهى الوقت شباب. شو هي إجابتكم؟ أبو بكر الصديق. عم يقول الصحابي الجليل أبو بكر الصديق. شو رأيك بحكي؟ غلط سيد بن خضر. غلط للأسف إجابة خاطئة. بقيتوا مثل ما أنتوا. تفضلوا وجهوا سؤالكم للفريق الأول. الصورة التي رسم صورها الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الكوبة الكهف طه. كهف لا. انتهى الوقت شباب. شو هي إجابتكم؟ سورة التوبة. سورة التوبة. عم يقول غلط. سورة طه. طبعا بقيتوا مثل ما أنتوا كمان. طيب تفضل الفريق الأول وجه سؤال للفريق الثاني. ما هي الحشرة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها؟ الوزغ البعوض الزبير. ما هي الحشرة التي أمرنا بها التي أمرنا بقتلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شو هي هاي الحشرة؟ عدوا الاحتمالات تفضل. الوزغ
البعوض الذباب. تفضل معك 30 ثانية. أول وزغ بعوض ذباب. انتهى الوقت شباب، شو إجابتكم؟ الوزغ. الوزغ إجابة صحيحة. إجابة صحيحة، برافو عليكم. 25 نقطة صرتوا، بقيتوا 30. طيب تفضل الفريق الثاني، وجه سؤال للفريق الأول. مؤسس إمارة الأدارسة هو يحيى حميد الدين الإدريسي، محمد بن علي الإدريسي، حسن بن علي الإدريسي. مؤسس إيش؟ مؤسس إمارة الأدارسة. إمارة الأدارسة مين هن؟ عدلوا الاحتمالات. يحيى حميد الدين الإدريسي، محمد بن علي الإدريسي، حسن بن علي الإدريسي. الوقت عم يداهمكم يا شباب، انتهى الوقت شباب، شو إجابتكم؟ محمد بن علي الإدريسي. إجابة صحيحة، برافو عليكم. الفريق الأول صرتوا 31 نقطة. تمام، تفضلوا الفريق الأول. متى كانت الثورة السورية الكبرى؟ 1924، 1925، 1927. متى كانت الثورة السورية الكبرى؟ تفضل قل له الاحتمالات. 1925، 1924، 1927. انتهى الوقت شباب، تفضلوا شو هي الإجابة؟ 1924. غلط، 1925. 1925 الفريق الثاني، بقيتوا طبعا 25. تفضلوا وجهوا سؤالكم للفريق الأول. كم كيلومتر تدور الأرض حول الشمس في الثانية؟ 80 كيلومتر، 40 كيلومتر، 30 كيلومتر. تفضلوا، باقي أقل من 10 ثواني يا شباب. أنا من فكيت انتهى الوقت شباب، انتهى الوقت، اعطوني الاجابه لو سمحتوا. 30. اجابه صحيحه، برافو فريق الاول. تفضل. لماذا يستخدم دواء فازوسيرك؟ للصرع، للشقيقه، لعلاج الاذنين. ستوب، انتهى الوقت يا شباب، تفضلوا شو الإجابة؟ لعلاج الأذنين. صح، برافو الفريق الثاني. 26 نقطة، 32 نقطة. طيب تفضلوا وجهوا سؤالكم للفريق الأول. قد شغفها قبان، ولدت في سورة. تفضل. هود يوسف عليه السلام. انتهى الوقت شباب، تفضلوا. سورة يوسف. سورة يوسف صحيح، أكيد سورة يوسف، برافو الفريق الأول. 33. طيب تفضلوا. متى كانت هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يثرب؟ 5 هجري، 3 هجري، 1 هجري. بس بشكل سريع بس عدلوا الاحتمالات. 3 هجري، 5 هجري، 1 هجري. 3، 5، 1. ما بقي كثير من الوقت يا شباب، انتهى الوقت، اعطونا الاجابه لو سمحتوا. 1 هجري. 1 هجري. 1 هجري، اجابه صحيحه شباب. صحيحه. طبعا صحيحه، برافو الفريق الثاني، صرتوا 27 نقطة. طيب هلا عند مين؟ تفضلوا. من هو مخترع الديناميت؟ من هو مخترع الديناميت؟ جورج سيمون، الساندرو فولتا، الفريد نوبل. انتهى الوقت شباب. ساندرو. إجابة غلط. إجابة خطأ للأسف. فالفريق الأول بقيتوا 33 نقطة. طيب تفضلوا وجهوا سؤالكم للفريق الثاني. من هو شاعر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ حسان بن ثابت، عبد الله بن مريحة، كعب بن مالك. يلا شباب تفضلوا.
انتهى الوقت شباب، فضلوا شو الإجابة؟ عبد الله بن رواحة. لا عبد الله بن رواحة للأسف الإجابة الصحيحة هو حسان بن ثابت. طبعا الفريق الثاني بقيته 27 نقطة. تفضلوا وجهوا سؤالكم للفريق الأول. صاحب كتاب الفلسفي تهافت الفلاسفة ابن رشد ابن باجيه الغزالي. الغزالي ابن رشد ابن باجي ابن باجي. انتهى الوقت يا شباب للاسف، داهمكم الوقت. ابن باجي. شو الاجابه؟ الغزالي للاسف. الفريق الاول بقيتوا بعدكم 33. الفريق الاول اتفضل وجه سؤالك الاخير للفريق الثاني. ما هو اكبر محيط بالعالم؟ الهندي، الاطلسي، الهادي. ما هو أكبر محيط في العالم؟ ختامها مسك يعني. الفريق الأول وجه سؤال يعني وسط. انتهى الوقت شباب، تفضلوا. المحيط الأطلسي. غلط، هو المحيط الهادي. المحيط الهادي. الفريق الثاني بقيته 27. تفضلوا وجهوا السؤال الأخير للفريق الأول. في أي قرن تم اكتشاف قلم الرصاص؟ الوقت يا فريق الأول. يا محمد، يا محمد الثاني، محمدين ما شاء الله عنا. انتهى الوقت، تفضلوا. في القرن التاسع عشر. إجابة غلط للأسف الفريق الأول. طبعا النتيجة 33 لصالح الفريق الأول، 27 نقطة. 33 نقطة لكم، لأنه نحن لسانا 60 و 27 نقطة لصالح الفريق الثاني. طبعا هلا رح ننتقل لفقرتنا الأخيرة واللي هي فقرة الألعاب المحكومة بالجهد والقوى، خليكم معنا. طبعا رجعنا لكم من جديد. اتفقنا مع الفريقين انه يلعبوا تمرين المعدة خلال دقيقتين، واللي بهالدقيقتين بحقق اكبر عدد هو اللي بيتقدم على الفريق الثاني نقطة واحدة وبيربح الجائزة. تمام يا شباب؟ هيك منيح؟ طيب يلا تفضلوا. واحد شخص من الفريق الثاني وشخص من الفريق الأول، تفضل. بس بدنا لو سمحتوا شخص من برا الكادر بس لحتى يعد. لا شخص من هون، تفضل. ايه بس خليك انت ما شاء الله رياضي، هو يعني رح يكون الحكم. يلا واحد اثنين. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إن شاء الله ربك ستة. يلا 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 عبد الرحمن. لبكرة تطلع ما تكسب. لا تراجع لا تراجع. يلا هانت يا شباب، مضي نص الوقت نص الوقت. حرك اسرع اسرع اسرع. يلا شباب اسرع اسرع. تيجي فرغ. يلا يلا عبد الرحمن. يلا يلا عبد الرحمن. يلا يلا عبد الرحمن. يلا قرب يدور هاني ثاني ترو روس. يلا عبد الرحمن. يلا خالص خالص بسرعه. يلا عبد الرحمن خلص. يلا عبد الرحمن كمل 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 كمل. يلا يلا كمل عبد الرحمن ما ضل. يلا يلا 52 53 53 عبد الرحمن برك هو 54 15 ثانية. يلا عبد الرحمن يلا 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 55 56 56 46 56 57. يلا عبد الرحمن يلا عبد الرحمن يلا 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 يلا. انتهى الوقت شباب انتهى الوقت. وهيك انتهت فقرتنا الأخيرة بفوز الفريق الأول على حساب الفريق الثاني. طبعا الفريق الاول 57 تمرين معدة خلال دقيقتين، والفريق الثاني 44 تمرين خلال ايضا دقيقتين. شباب برافو عليكم، الله يعطيكم العافية. كانت الاجواء كتير حلوة، كان في تحدي وكان في حماس. ايضا الفريق الثاني برافو عليكم، اشتغلتوا بكل طاقتكم رغم الخلاف اللي صار، بس ولكن نحن مثل ما بتعرفوا هدفنا التسلية والفائدة والترفيه. فبدي منكم هلأ الفريق الثاني بدي يبارك للفريق الأول على الفوز. تفضل. تفضل. ميرسي.
طبعا الجوائز المالية مقدمة من مجموعة غرير التجارية في مدينة إعزاز. الفريق الثاني تفضلوا باركوا للفريق الأول. يلا وهيك وصلنا لنهاية حلقتنا الثانية من برنامج بلنا التحدي. لا تنسوا تتابعوا قناة حلب اليوم على المعرفات الظاهرة أسفل الشاشة على السوشيال ميديا، وبإمكانكم أيضا تتابعوا البث المباشر لقناة حلب اليوم على موقعنا على الإنترنت halabtodaytv.net. بشوفكم بحلقة جاي وبتحدي جديد وبفقرات جديدة. يعطيكم العافية.